زيارة رئيس الاتحاديات الدولية لجمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى ولاية تندوف كانت فرصة للاطلاع على ما يقدمه الهلال الأحمر الجزائري من خدمات إنسانية لا سيما في المناطق الحدودية. الزيارة كانت كذلك فرصة لإطلاق قافلة مساعدات محملة بأكثر من 500 طن من المؤونة أرسلتها الجزائر نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين. لدي برنامج ثري يتضمن زيارة بعض المدارس وكذا زيارة مخيمات اللاجئين لتقديم الاحتياجات، وبهذه المناسبة أشكر الجميع سواء القائمين على نشاطات الهلال الأحمر والمتطوعين في الهلال الأحمر الجزائري على التزامهم. سنعطي الانطلاقة إلى قافلة إنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين. أشكره أنه رغم ضيق الوقت رغم كثافة نشاطاته أبى إلا وأن يزور تندوف. متطوعون في الهلال الأحمر الجزائري بولاية تندوف اعتبروا زيارة رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر حافزاً لمواصلة العمل التطوعي وتقديم المساعدات لكل المحتاجين. احنا كمتطوعين رانا نعتبروا واحنا سفراء العمل الإنساني، رانا نقدموا شيء نقدروا عليه لكنه غير كافي، لذلك هذا النوع من الزيارات يمكن له أن نعم يكون تحفيز وكذلك يمكن أن يدعم هذه الفئة. الجزائر تؤكد مرة أخرى ثباتها على مواقفها الإنسانية اتجاه اللاجئين الصحراويين خاصة في مثل هذه الظروف التي قلت فيها المساعدات الإنسانية الدولية بسبب تداعيات فيروس كورونا.